مساء الخير، معاكم خالد محمد الكونتري مانجر لجزء كاسبيرس كلاب. صوت كده كويس؟ طب تمام. خالد محمد الكونتري مانجر لكاسبيرس كيف نورث ايست افريكا بيزد هنا في مصر. الحقيقه انا مسؤول على البورتفوليو كله، اللي هو طبعا اول ما بنيجي نجيب اسم كاسبيرسكي في الموضوع كل الناس اول حاجه بيفكروا فيها حته الاند بوينت كاند بوينت بروتكشن. ما بقاش في كلمه انتي فيروس اني مور، فالاند بوينت بروتكشن عامه ماشي في طريقه كلاين اوف اندستري. هو الحمد لله احنا بنيفوليوت زي ما احنا، ومعظم الماركت عندنا في مصر اند جلوبالي كمان اللي هم موجودين عندنا في الداتابيز من ناحيه الاند بوينت بروتكشن بوجه عام، الحمد لله وي ار اكستندنج الدنيا معاهم علشان بقيه البورتفوليو اللي انا هدي جلمس كده عنه بالنسبه للاند بوينت ديتكشن اند ريسبونس للاند تارجت اتاك بلاتفورم. والمين توبيك اللي انا هستريس عليه النهارده هو الجزء بتاع الثريت انتليجنس. طيب بريف كده او كويك انترودكشن على ليه احنا وي اكسباندد للجزء بتاع الثريت انتليجنس او ايه الريسورسز بتاعتنا او واي الماركت جلوبالي بقى محتاج السوك سيرفيسز وثريت انتليجنس سيرفيسز بيوند النورمال واي من ناحيه البرودكتس والسكيورتي ميجرز الموجود. During our journey اللي هي فيها تلت الشركة بالنسبة لكاسبيرسكي شغالة في الجزء بتاع الـ R&D for development discoveries، بحيث ان حضرتك تشوفها في الابديتس اللي موجودة في البرودكتس عندنا من اول اند بوينت وبقية البرودكتس، احنا بنتكلم ان الـ diversity of الاتاكس عامة مش على الريجن بتاعنا او مصر او الميدل ايست او ايفن كوكب الكرة الأرضية كلها، ابتدى يتوجه لحاجات very advanced targeted attacks او اللي هي الاسم الحركي بتاعها معروف في الماركت باسم الاي بي تي او الادفانسد بيرسيستنت ثريتس. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ احنا متعودين على كلمه تروجنز فيروسز، لما الدنيا كبرت شويه بقى اسمها مالور، لكن بعد شويه الجزء بتاع رانسوم وير اللي هي من اشهر الحاجات اللي هي كانت شغاله في مصر وفي الميدل ايست وايفن جلوبالي ولفتت انتباه كبير جدا، هي برضو ستيل تحت الامبريلا بتاعت كلمه مالور، ما هياش حاجات تارجتت لحد معين. انما احنا بنتكلم على حاجات فيري كريتيكال بالمنظر دوت، موست بروبلي هي بتبقى طالعه بوليتيكال سيتويشنز او بتبقى طالعه بغرض الاسبيوناج ان هو يليك انفورميشن. فمش زي بقيه الانفكشنز اللي احنا متعودين عليها ان هي تيك دامج، توقف حاجه، توقع حاجه، او ايفن تطلب رانسم ان هي تيجي تعمل انكريبشن ويبقى الاتاك دايركت وصريح ويبتدي ان احنا نتعامل معاه بانذر ويز. احنا بنتكلم هنا في حاجه زي كده ان احنا بيبقى تارجتد لسيكتور او بلد او ريجن، بحيث ان الديفرنت فورمز من الاي بي تيز ديت تحقق الغرض بتاعها، والغرض بتاع الكلام ده كله بيبقى على اللونج تيرم، which means ان الحاجات دي كلها بيتم تحضيرها مش في يوم او يومين او ثلاثه، ده بيحتاج انفستمنت كبير جدا وبيحتاج وقت علشان حاجه زي كده تو بي لونشت وتبقى سكسسفول في الريجن اللي هي تارجت ليها. لو خدنا مثال بسيط، حاجه زي ستاكس نت اللي احنا مشهوره جدا من زمان في الجزء بتاع ايران والمفاعل النووي بتاع ايران، وان هم ازاي كانوا ايزوليتد من الانترنت وكانوا واصلين باي سي اس انفايرمنت سواء سكادا او بي ال سي، يعني يا ريت حتى ايفن اي تي انفايرمنت، وكانوا متخيلين ان هم 100% طبعا سكيورد والدنيا مفيش اي حاجه. بقيه الدول اللي هي كانت عايزه تران اتاكس على ايران عسكريا حتى مش عن طريق سايبر كرايمز او سايبر وورز اللي هي الاسم من الاسامي بتاعتها، نجحوا ان هم يعملوا الايفيجن ليهم وابتدوا يغيروا في الارايز اللي هي طالعه لهم، وده كبدهم خسائر كبيره جدا اكتر من اي تدخل تاني عسكري. طيب احنا بنتكلم على حاجات ايفن عندنا هنا ريسنتلي في الميدل ايست وفي مصر سبيسيفيكلي، وكانت حاجه ديسكفري خاصه كمان بكاسبيرسكي بجانب بقيه الحاجات دي كلها. طبعا هي السلايد مش مكفيه، هي الديسكفريز بتاعت الحاجات دي كلها طبعا اكتر بكتير. حاجه زي ديزرت فالكون كان جروب ما بين مصريين وفلسطينيين واتراك، وكان بيتارجت الميدل ايست ريجن كلها، ويبتدي يدخل ويجيب انفورميشن زي ما هو عايز، يبتدي يدخل في جهات معينه ويليك الانفورميشن دي لبره. طب الناس اللي بتعمل ذيس كايند اوف الاتاكس بتبقى نمره واحد مش عايزه تو بي ديسكفرد، فممكن يهايد التريسز بتاعته، ياخد انفستمنت كبير جدا عشان هايد التريسز محدش يعمل له اي ديسكفري.
تاني حاجة النورم أو الواي بتاعهم من الدمج ما بيكونش زي بقية الحاجات اللي احنا عارفينها. أنا زي ما قلت من شوية leaking information أو يبقى في insider جوه الorganizations اللي احنا فيها. الانسايدر دوت فتح باك دور بيليك انفورميشن، بياخد كافي من حاجه، بيسمح بدخول بناس من بره لجوه عشان يبقوا قاعدين في الانفايرمنت على مستوى الكونتري او الاورجنايزيشن او الانتيتي او وزاره من الوزارات او ايفن الريجن. هو ده بيبقى المين جول بتاعه. طيب حاجه زي كده احنا المفروض نتعامل معاها ازاي؟ هيبقى صعب بصراحه ان احنا نتوجه للموضوع ده لان احنا بنتكلم على برودكتس. والله انا عندي برودكت محطوط عندي في الانفايرمنت واول ما يشوف اي بي تي يقفل السيشن والدنيا تبقى تمام وان شاء الله الدنيا سكيورد اند سو اون. الواي بتاع الرياكشن او ان انا ايدنتيفاي مشكله واخد اكشن بسرعه وراح موقف والكلام ده ينفع مع مالور، ينفع مع فيروسز، مع تروجنز، من حاجه ليها اسم او سيجنتشر او حاجه حتى لو هي ملهاش اسم او سيجنتشر دلوقتي. النورم بتاعها زي رانسوم وير والعيله بتاعته عامله ازاي، يبتدي ياخد الاتيتيود دوت وابتدي اعينه وابتدي اخد اكشن على طول. لكن حاجه زي كده لو واحد واخد روت اكسس وداخل عندي الانفايرمنت وموجود معايا كانه شغال معايا في التيم واخد كل البريفليج اللي هو اي روت اكسس او اي ادمن واخدها وبقى له كل ما يملك او كده يقدر يدخل على اي حاجه هو عايزها في الانفايرمنت، دي حاجه ما بتتشافش من السكيورتي ميجرز العاديه اللي موجوده سواء فاير وول او ايفن ان بوينت حتى من ناحيه كاسبيرسكي او من ناحيه الاي بي اسز او الكلام ده كله. ده حاجه تعتبر كايند اوف الانفكشنز عشان الدنيا تطلع الارم والدنيا تتمسك وبعد كده نبتدي ناخد اكشن على طول. لا الراجل ده بيبقى داخل بطريقه موست بروبلي ليجيتيميت وياخد اكسس وبيبقى قاعد معانا، فما فيش حاجه بتتشاف اب نورمال في الموضوع. لو اتكلمنا على حاجه زي ايكويشن جروب اللي هو موجود تحت وطلع منه كذا فيرجن، ده الراجل ده كان نازل على الفيرموير بتاع الهارد ديسك فقبل ما الاوبريتنج سيستم يقوم. فطبعا الهارد ديسك اللي موجود عندي عند ديسكتوب وعند حضرتك في السيرفر وعند فلان في اللابتوب عنده او وات ايفر الدنيا ماشيه ازاي، بيبقى كل الهارد ديسكس موجوده بيبتدي يقوم قبل الاوبريتنج سيستم يقوم، فمفيش حاجه تعمله ديتكشن، وبالتالي ده بقى باك دور لفتره كبيره جدا، والحل الوحيد ان احنا كنا نكسر الهارد ديسك. طيب بعد ما عملنا الاكتشافات ديت كلها عندنا بقى لها باتر معين او نقدر نعمل بيها ريميدييشن، ابتدى بقى ساعتها ينزل في هيئه ابديتس او ينزل في هيئه سيجنتشر للبرودكتس او ينزل في كذا هيئه بكذا اسم او وات ايفر الدنيا ماشيه ازاي. طيب النهارده مينلي انا بتكلم من ناحيه الثريت انتليجنس على امبريلا كامله من الثريت مانجمنت. التولز بتاعتي اللي هي الانتي تارجت اتاك الاسم الحركي بتاعها في الماركت الانتي اي بي تي، بس احنا لينا فكر مختلف شويه في الجزء بتاع الانتي اي بي تي مع بقيه الفندرز الثانيه، بلس الان بوينت ديتكشن اند ريسبونس، وبعد شويه هبتدي اتكلم على سيرفيس اللي هي الثريت انتليجنس سيرفيسز. طيب لو ابتدينا على الان تارجت اتاك بلاتفورم، الفكره بتاعته ان انا ابقى بمونيتور كل الترافيك اللي موجود عندي على مستوى النتورك ورا الويب جيت واي ورا الميل جيت واي ورا الان بوينت، عندي الساند بوكس بتاعي من ضمن الكومبوننتس اللي انا بتكلم عليها. انا عارف ان هو بيطلع في الاخر في هيئه برودكت، بس هي بنبص لها انها بلاتفورم. لو انا شايف كل الكلام دوت وابتديت ان انا ابقى واصل مع كاسبيرسكي عندنا في داتابيز عشان ناخد الثريت انتليجنس بتاعتهم ونبتدي ان احنا نابديت الداتابيز بتاعتنا، اقدر على طول ديورنج 24/7 مونيتورنج ان انا اعمل ديتكشن للاي بي تي او التارجت اتاك او اي حد عايز يعمل ايفيجن ويدخل عندي في الانفايرمنت. طيب حاجه زي كده هل هي طبيعي انها تتحط ان لاين؟ هل هي المفروض انها تاخد اكشن نبلوك سيشن او نديليت حاجه؟ لو انا اتكلمت في كيس بسيطه ان في واحد واخد اكسس وقاعد معايا في الانفايرمنت ورا، ايه الكايند اوف اكشن من اللي انا قلته ده كله ينفع مع حاجه زي كده؟ اتس اولموست نل، ما ينفعش نعمل اي حاجه غير ان احنا نبتدي نعمل حاجه اسمها انسيدنت هاندلنج. يا اما الاورجنايزيشن نفسها او الانتيتي هما بيكون عندهم انسيدنت هاندلرز او انسيدنت ريسبونس تيم يبتدي يعمل كونتينمنت للانسيدنت وبعد كده يعمل ريميديشن وبعد كده نبتدي بقى نعدل البوليسز اند سو اون. فانا بتكلم على سايكل كامله من البوليسز والبروسيجرز اكتر بكتير من ان انا خد الاوتول دي اوتوميتد هتبقى هي شايفه كل حاجه تعمل كل حاجه اند ذن يو ار سيف اند سكيور. الليفل بتاع الريسورسز او الناس اللي هتبتدي تتعامل مع بلاتفورم زي ده بتتعدى مستوى مجرد جاست اي تي مانجمنت او نتورك سكيورتي تيم. احنا مين اللي بنتكلم على اناليست؟ الراجل دوت هيبتدي يعمل ريسورسز بتاعته، هيبتدي يدور على السلايد اللي فاتت ديت والحاجات السيميلر ليها ويبتدي هو اللي يعمل ثريت هانتنج، هو اللي ينزل يدور عليها، هو اللي يشوفها، اند ذن في الاخر لو في حاجه تريجرد معاه
يبتدي بعد شوية عن طريق التول بتاعتنا يعمل containment based على procedures ويبتدي يدخل في الجزء بتاع الانسيدنت هاندلنج. طيب لو احنا سريعا كده برضو وصلنا للتول التانية اللي احنا بنسميها الاي دي ار. الاي دي ار again it's a product بس مش معمول بالواي ان احنا برضو نفكر فيها لانها حاجة run automatically and then it takes الاكشن زيها زي الانبوينت بتاعي even لانا I skipped it النهاردة في السلايدز. الانبوينت ديتكشن ريسبونس مختلف تماما على جزء الانبوينت بروتكشن عشان لو هي حاجة معروفة تاني وليها اسم او ليها باترن معين قادر امسك واخد اكشن عن ايه الانبوينت اللي عادي يمسك. لكن انا بتكلم على حاجة بتعمل شغل الفورنسكس. لو حصل انسيدنت انا عايز اجمع كل ما اعرفه الفتره اللي فاتت. طبعا احنا هنا ساعه السايزنج بنتكلم عايزين ريتين الحاجه لمده 6 شهور لمده سنه سنتين بيزد على البوليسز والنيدز بتاعه كل اورجانيزيشن. لما يجي يحصل انسيدنت يبتدي الاي ار تيم يبتدي يقعد يجيب الدراج الحاجه او ايفن لو هو قبل ما يحصل انسيدنت ابتدى يشوف باترنز غريبه زي مثلا في اي بي داخل من حته فلانيه من بلد ما الاي بي ده بعد شويه كرييتد لنفسه اكاونت الاكاونت ده بعد شويه خد بي اكسس كاريت بي اكاونتس لناس ثانيه غير في بوليسز غير في سيتنجز اند ذن ديورينج 6 اشهر سنه سنتين وات ايفر ابتدى ياخد الحاجه بتاعته. Most probably الناس اللي هي شغالة على الموضوع ده مش شرط تستنى 6 أشهر سنة أو سنتين. أنا بتكلم على very rare cases بس حاجة زي كده بتبتدي تشوف كل اللي بيحصل على الماشينز وعلى السيرفرز من ناحية الميموري كبروسيسيز وكنورمال بيهيفير وأبنورمال بيهيفير بالنسبة للإند بوينتس. And then في الآخر نقدر عن طريقه وناخد الأكشن. أنا خلاص عرفت إن في kind of الأبنورمال أو target attack أو advanced persistent threat أو whatever الدنيا even لو معمول لي أنا بس مخصوص في الانتيتي بتاعتي أخد بي actions زي killing the process, a delete object, quarantine الحاجة اللي موجودة عندي أو even a prevent execution بتاع أي حاجة الراجل دوت ممكن يبقى عايز يعملها. وبرضو عن طريق نفس التول انا لو بسمع عن APTs او انا عملت ريسيرشز على حاجات معينه موجوده دلوقتي او سمعت ان في كايند اوف APT جاي من بره داخل عندنا الريجن او اوريدي عندنا في الريجن اقدر عن طريق التول ديت ان انا ران حاجه اسمها indication of compromise IOC ابتدي احطه على التول والتول دي تسكان النتورك عندي كلها. فتاني it's again it's an important product بس احنا بنعتمد عليه اكتر كتول من التولز ان احنا نزود فيها السكيورتي لايرز من ناحيه الانفستيجيشنز والهاندلنج بتاعه حاجات فيري تارجت وفيري سبيسيفيك للسيكتور اللي احنا بنتكلم عليه. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ان الاي دي ار فاين هو شغال از فورنسيك تول بس في نفس الوقت لو انا عايز ابلود حاجه اشغل حاجه على الساند بوكس اكسكيوت اي فايل او اكسكيوت اي حاجه بحيث ان انا اشوف كسيميوليشن وايز هل دي فعلا ممكن تبقى بيزد على الانفيرمنت عندي دي ات ويل هارم اور نوت. فاحنا عندنا باندل ظريفه جدا بتبقى الساند بوكس بلس الاي دي ار بيبقى موجودين. طبعا المين كاستمرز او كرنت كاستمرز عندنا في جزء بتاع الاند بوينت بروتكشن العادي اللي هو بتاع كاسبيرسكي عندهم كل البريفليج ان ينزلوا الاي دي ار على نفس الايجنت اللي موجود. فهي اتس اباوت سيتنجز بتتفتح على الاند بوينت اند ذن في الاخر بيبقى عندنا التو لايرز اللي احنا نقدر نشتغل بيهم. طيب لو دلوقتي اتكلمت على الجزء بتاع الثريت انتليجنس هي طبعا كلمه عايمه جدا زي كلمه سكيورتي زي كلمه فرود زي اي كلمه بنسمعها في الماركت عندنا. ايه الفرق ما بين السكيورتي العاديه او الميجرز اللي احنا متعودين عليها بكلمه ثريت انتليجنس؟ كلمة threat intelligence بمعنى صح هو نوع من أنواع شغل المخابرات شوية. أنا ببتدي أفيد يو بألوت أوف انفورميشن بفيد يو بسيرفيس خليك أنت تدور فيها بتولز أند سو أون بحيث في الآخر حضرتك يبقى عندك الانتليجنس الكفاية إن احنا نقدر نمسك بيه الحاجات الفيري فيري سوفستيكيتد. طب هل دي حاجة سيرفيس أنا بمسكها في إيدي أو بشتريها؟ هي ليها ويز كتير جدا يا إما سبسكريبشن لسيرفيسز يا إما الجزء بتاع الترينينجز للديجيتال فورنسكس والمالور اناليسس. الناس اللي هي عايزه تبقى عندها تيم كامل قايم بالكايند اوف الانسنت ريسبونس او عايزين ترينينجز عشان عندهم سوك انفايرمنت سكيورتي اوبريشن سنتر او بغض النظر اسمه ايه هل اسمه سوك هل اسمه سايبر سكيورتي سنتر سايبر ديفنس لاب وات ايفر الاسامي. في الاخر الناس ديت لازم تبقى شايفه الدنيا كاوفر فيو من فوق مش الهدف بتاعهم تماما ان هو يبقى واخد ادمنستريشن كورسز هاو تو ران الفندور دوت او الموديل ده من الفاير وول او الاي بي اس او السيم سوليوشن ايفن او هاو ان احنا نمانج الدنيا كان بوينت. لا الراجل ده قاعد فوق
بيبص على الانفايرمنت، بيبص على الدايفرسيتي في الاتاكس اللي جوه، يبتدي هو يدي الجوفرنس او يدي البوليسز او يدي ريكومنديشنز للتيم اللي تحت اللي بيمانج في الاخر الجزء بتاع السكيورتي ميجرز او البرودكتس الموجوده. طيب احنا بنتكلم ايفن كمان على سكيورتي اسسمنت. الناس كتير جدا بتبقى عايزه او مش عايزه، وطبعا بيبقى يفضل ان احنا نعمل الجزء بتاع البنتريشن تيستينج على مستوى النتورك ومستوى الابلكيشن، وايفن في الانفايرمنتس اللي هي زي الوزارات اللي بتبقى مستخدمه في الاندستري بتاعتها، السكادا والبي ال سي والسولوشنز دي كلها اللي هي او تي مش اي تي انفايرمنت، نقدر ان احنا نعمل سيرفيس او اسسمنت سيرفيس للانفايرمنت موجود عندهم. اوريدي احنا عندنا ريفرنس كتير جدا الحمد لله في مصر هنا، ايفن غير الريجن غير جلوبال، بس انا بتكلم ايفن على مصر. الكلام ده كله حصل وابتدينا نطلع بفيري يوسفول اوتبوت، لان طبعا الناس كلها وانا لو منهم هبحط السكيورتي ميجرز بتاعتي والناس تيمز موجوده اند سو اون، وانا طول ما انا مش شايف حاجه بتنور احمر عندي فانا كده في السيف سايد. لكن لما باجي اعمل سيرفيس زي ديت ببتدي اطلع الجابس والفنربيلتيز او الحاجات الاوبن او الحاجات اللي بتمثل لي ثريتس عندي في الانفايرمنت، ويطلع بيها ريبورت ويطلع بيها ريكومنديشن. الريكومنديشن دي ممكن تكون تغيير في بروسيجرز، تغيير في بوليسز، مش شرط ان انا بروح بشاور على برودكت معين نبتدي نتكلم عليها ونشتري، او في تكنولوجيز ببقى محتاجها، او تاني بيبقى محتاج مثلا انيبلمنت للناس اللي عندي. الريبورت بيوضح الكلام ده كله ويبتدي الانتيتيز تاخد اكشن بيزد عليها. سيميلر للبنتريشن تيستينج احنا بنتكلم على سيرفيس احنا بنقدمها زي الانسنت ريسبونس. الانسنت ريسبونس زي ما انا قلت من شويه، انا لقيت انسيدنت حصلت عندي، ما هياش انفكشن بحاجه عاديه. بنكلم كاسبيرسكي، بتدي الناس تانجيج باي هيومن بينج، يا اما اون سايت يا اما بره. في ماشين ابتدى يحصل عليها ليكنج انفورميشن، لقينا حاجات طالعه محطوطه مثلا سي على الاندر جراوند، موجوده في اي مكان تاني، فبقينا نعمل انفستيجيشن ازاي طلعت من الاورجنايزيشن الكايند اوف انفورميشن ديت او الداتا دي طلعت. الناس تبتدي تانجيج، تعزل الماشين، تاخد ايمج، تبتدي شغل الفورنسكس لو بفعل فاعل، يبتدي يشاور على السورس بحاجه زي كده، واحد من بره مثلا مصر من ايران او واتيفر، او لو حد في الاورجنايزيشن او ان انتنشلي ابتدى يعمل ليكج للحاجه ديت، او بفعل مالور معين معمول للاورجنايزيشن ديت. فلو حاجه زي المالور يبتدي الناس بتوع المالور ريفرس انجينيرنج يدخلوا قصدي سوري من التيم دوت، يبتدي يطلع بيعمل ريفرس انجينيرنج ويبتدي يطلع بالاوتبوت اللي هو الناس تبتدي تطبقه، اند ذن يطلع تاني بعد الكونتينمنت ريميديشن اند سو اون. طيب بريفلي كده سبسكريبشن او نوع من السبسكريبشن للثريد داتا فيدز. سيم سولوشن اللي موجود في اي انفايرمنت بيبتدي يلم لوجز من كل الانفايرمنت اللي موجوده، من الراوترز، من سويتشز، فاير وولز، اي بي اس اند سو اون. دي الفايده بتاعت السيم سولوشن، ان كل واحد شايف الحاجه بمنظوره، بس السيم سولوشن اللي هو انا ما عنديش منه في كاسبيرسكي، بس السيم سولوشن دوت هنتكلم على مثلا سبلانك، اركسايتر، سي الجوريثم، كيوريدر، اور واتيفر الانواع الثانيه، بيبقوا موجودين علشان يعملوا لوج مانجمنت وايفنت كورليشن. الراجل ده بيبقى شايف اللي انا بقول له بص عليه. فموست بروبابلي او المين بوينت بتاعت كل الناس اللي عندهم سيم سولوشن في الانفايرمنت، سواء عندهم سوك ديبارتمنت او لا، لو انا ما قلتش للسيم سولوشن بتاعه بواي تانية زي اليوز كيسز، او انا وضبت له السيناريو اللي يبص عليه، هو مش هيبقى بيبص على كل حاجه، اند في الاخر الدنيا بتعدي. التولز قويه جدا بس محتاجه حد يوجهها، تقول لها انت تبصي على ايه وايه السيناريوز اند سو اون. بنسبه كبيره جدا الناس بتبقى واخده سيم سولوشن بتبقى موصلاه ومركباه ومشغلاه بالديفولت سيتنجز اللي عليه، اند في الاخر الناس بتبقى ايفيدد والدنيا بتعدي عادي ويحصل الاتاكس. ويمكن كل امثله الفتره اللي فاتت اللي حصلت في بنوك وفي وزارات وفي شركات بترول والكلام ده كله، عندهم كل التكنولوجيا احنا اتكلمنا عليها، ايفن عندهم حاجه كاسبيرسكي، ايفن عندهم حاجات تانية الفندورز الثانيين. لكن في نفس الوقت وانس انا ما عملش فاين تيونينج للبولز والحاجه اللي انا بخلي بيها السيم سولوشن بتاعي وبقيه الانفايرمنت شغال صح بروبرلي، بيبقى دايما في مدخل للناس انها تدخل. طب انا ثريدد فيدز بتاعتي فكرتها ايه؟ اي سيم سولوشن من البراندز ديت بيبتدي ياخد الابديتس بتاعته هو. يعني لو اتكلمنا على ار اس اي او ارك سايت اللي هو خلاص غير اسمه دلوقتي، يو كيو رادر لوجريدم، الناس دي بتاخد الابديتس من شركاتها هي. طيب احنا بنتكلم على ان احنا بما اننا عندنا اكتر من 400 مليون سبسكرايبر و270 الف كوربريت جلوبالي، ف
فبالتالي احنا الريتشابيليتي بتاعتنا للداتابيز او الديسكفريز للاي بي تيز والمالورز والتروجنز العاديه اند سو اون عندي كبيره جدا. انا كل انا بعمله ان انا بانتجريت مع سيم سوليوشن وبدي له الفايندنجز بتاعتي، يعني هو بياخد الابديتس من مكانه وفي نفس الوقت انا بيبتدي ياخد الحاجه اللي انا بديها له انكابسوليتد واخش اوتوماتيكلي احطها جوه الكونكتورز او وات ايفر الكومبوننت بتاع سيم سوليوشن اللي هو ليه اسم عنده. الباكج ذات ممكن يبقى فيها اي بي ريبيتيشن ليست، ممكن يكون فيها يو ار ال فيدز، هاش لمالورز معينه، اي او سيز لاي بي تي جديد او تارجت اتاك موجود عندي في ريجن او الماركت، وفي نفس الوقت وايت ليستنج وحاجات للتروجنز والسي ان سيز الكوماند كنترول سنترز الموجودين جلوبالي بحيث ان هم بيسخروا كل ما هم يقدروا يعملوا كومبرومايزيشن ويخلوه من ضمن التيم بتاعه ونران دي دوس اتاك مثلا كاكزامبل من الاكزامبلز لحاجه زي كده. انا بجيب الادريسز بتاعت السي ان سيز ديت وبديها للسيم سولوشن. السيم سولوشن هنا المين تاسك بتاعه ان هو بيماتش، انا محتاج ادي له رول، محتاج ادي له حاجه، محتاج ادي له انتليجنس داتابيس عشان الراجل يلاقي حاجه يماتش معاه. لو ما لقاش الكلام دوت هيعدي، فبالتالي انا لما ادي له الحاجه اللي انا يقدر يماتش عليها يبتدي في الاخر ياخد اكشن يبقى مور يوسفول في الانفايرمنت. اي ويل يوز هيم ان هو واصل بالدنيا كلها وشايف واخليه مور انتليجنت علشان في الاخر الديتكشن ريت بتاعي انا يعلى. طيب لو اتكلمنا على نوع تاني من السبسكريبشنز ثريت انتليجنس بغض النظر عن اسم الفندور، هيبقى مينلي انا بتكلم من ضمن الحاجات على الاي بي تي ريبورتنج. من شويه انا جبت سلايد كده في الاول على اسامي الاي بي تيز اللي موجوده عندي في الانفايرمنت. هايل. طيب هل دي حاجه ببلشت بحيث ان انا اجيبها من على السوشيال ميديا ومن لينكدين او من وات ايفر بقيه السوشيال ميديا ايتمز موجودين؟ لا، هو مينلي في حاجات كتير قوي مش اناونسد، وفي حاجات كتير جدا لو اناونس بتبقى بعدها بسنتين وثلاثة انسون، وحتى لما بتبقى اناونس بتبقى ستوري فلان او الانفكشن او مين ورا الكلام ده كله وعمل ايه والدامج كان عامل ازاي. في الاخر انا كحد شغال في سوك او عايز ايوز الكلام ده مع سيم سوليوشن اللي عندي هستفيد ايه؟ It's almost nothing. ما امسكش حاجة في ايدي برضو بحيث ان انا اخد بيها اكشن مع الاتاك اللي جاي او مع الاي بي تي. طب احنا دورنا ايه؟ انا بدي ريبورت كامل بكل الاي بي تيز الديسكفرد اللي موجوده سواء جيوغرافيكلي في الريجن بتاعتنا او بره. بيبقى فيها اكزيكتيف سامري بيحكي على الاي بي تي عامه المين سكوب بتاعه مين، مين السورس بتاعه موجود في اني بلد انهي جروب، ومين الفيكتيمز المحتملين او اللي هو عارف يوصل لهم. اند ذن في الاخر بيبتدي يدي تقدر تعمل داونلود حاجه اسمها الاي او سي او الانديكيشن اوف كومبرومايز. من الاخر دي الحاجه اللي لو في ايدي احطها على اي دي ار، احطها على سيم سوليوشن، احطها على اي سكيورتي ميجر عندي بحيث يسكان النتورك ونبتدي نوقف بيه الحاجه لو هي موجوده عندي. طب لو هي مش موجوده بقيت انا اميوند من الاول. فاذا الناس اللي بتفكر في ثريت انتليجنس انا مش لازم اكت رياكتيفلي، انا باكت برو اكتيفلي، عندي كل الانفايرمنت وعندي كل حاجه وانا بالاخر عايز ازود الانتليجنس بتاع السكيورتي ميجرز اللي عندي. طيب نفس الكلام بالنسبه للفاينانشال ثريت انتليجنس ريبورتنج، ده بيبقى معمول للاتاكس مينلي اللي هي بالتارجت البنوك مينلي الاي تي ام نتوركس اند سو اون. احنا في اي بي تي من السلايد اللي فات كان اسمه كارباناك ده كان متخصص في الجزء بتاع الاي تي ام نتوركينج، ومن الاخر كده احنا عرفنا ازاي في كاسبيرسكي ان طلبونا في انفستيجيشن ككايند اوف انسيدنت هاندلنج. لا احد الناس كان متصور بفيديو وان في حد بيلعب بالموبايل جنب الاي تي ام ماشين من غير ما يقرب ناحيه الاي تي ام ماشين ابتدى تطلع له فلوس. فلقينا في الاخر بعد الانفستيجيشن وسموه كارباناك وطلعناه باسمنا في كاسبيرسكي ضمن الديسكفريز ان ده دخل على الاي تي ام نتورك اند هي سكسسفلي كان ليه اكسس على كل حاجه. فابتدى ان هو يدي كوماندز للاي تي ام بتطلع له فلوس. ده بريف على الحاجه، لكن طبعا لو قرينا الديتيلد ريبورت على الفاينانشال ثريت او الاي بي تي اللي موجود هنطلع بقى لوت اوف مور انفورميشن. طيب لو اتكلمنا على نوع تاني زي التيلور ثريت انتليجنس ريبورتنج، التيلورد انا بعمل ريبورت مخصوص للانتيتي الفلانيه، للوزاره الفلانيه، للسيكتور او ايفن كونتري سبيسيفيك. ابتدي ادي كل 3 4 اشهر ريبورت. خلي بالكم احنا لقينا الاي بيز دي من عندكم ببلش بره، لقينا ان في حد سرق الداتا از ان اكزامبل واحنا على الاندر جراوند هنا بيحاول يبيعها او بيحاول ياجر تيم عشان يدخل، او في ناس بتبيع باك دورز للانفايرمنت عندك. لا خلي بالك في ناس لقيناها بعملين فيك ويب سايتس للويب سايت بتاعتكم. لقينا ان الامبلويز الموجودين في المكان
بيحصل لهم سوشيال انجينيرنج عن طريق الفيسبوك والسوشيال ميديا اكونتس بتاعتهم بره الاورجنايزيشن اللي احنا فيها. فاحنا بندي ذيس كايند اوف ريكومنديشن وبنقسم الدنيا كريتيكاليتيز وبتبقى معموله للانتيتي دي. طيب لو اتكلمنا على نوع تاني عندنا برضه من الثريت انتليجنس اللي هو الجزء بتاع الثريت لوك اب. انا لقيت النهارده عن طريق سيم سولوشن ولقيت في الانفايرمنت عندي اي بي انا ما اعرفش ده عباره عن ايه, ابتدى يكلم حاجات عندي انترنال بيعمل مابينج ابتدي تريجر حاجه يو ار ال او دومين انا مش عارفه لقيته عندي في الانفايرمنت. وانس انا خدت الكلام ده كله وطلعت على جوجل عشان اسيرش موست بروبلي انا ممكن ما اطلعش باي حاجه وده دي الريل كيس. طب بتريت لوك اب ده ايه الديفينيشن السيمبل بتاعها؟ هو ده نعتبره جوجل بتاع كاسبيرسكي. احنا ضمن الداتابيز عندنا لو حد عارف ان هو او حب ان هو يتشيك على اي اي بي او يو ار ال او دومين او هاش يبتدي ابلوده على حاجه زي كده نجيب له الفول هيستوري بتاع الموضوع. والله ده الفلان ده كان ممبر في الجروب الفلاني في البلد الفلانيه ودول السيميلر فيكتورز سوري السيميلر فيكتيمز, ونقدر ان احنا ننزل الاي او سيز والياره رولز وكل الحاجه اللي انا بمحتاجها امسكها في ايدي بقى علشان ابتدي اخد اكشن. طيب ابتدينا كمان نعمل الجزء بتاع ريسفول اي بي اي, بدل ما الانترفنشن يتم من ناحيه الادمنز وياخدوا الحاجه ويحطوها بايديهم هي ستيل موجوده, بس عن طريق ريسفول اي بي اي السيم سوليوشن يقدر يبعت اوتوماتيكلي يسيرش الحاجة ولو لقينا حاجة نقدر نحن نعمل لها داونلود ويبقى موجودة as a rule على سيم سولوشن بي اوتوماتيد واي. طيب هنتكلم مينلي على السوك سيرفيسز اللي هي ثريت انتليجنس سيرفيسز. مينلي احنا في الانفايرمنتس بنلاقي كذا تير للسوك. الناس اللي عايز تعمل سوك النهارده او هتعمله بكره او في البلان بتاعها ايفن لما بتقرر تعمل حاجه زي كده بتتاخد على فيزس وما بتبقاش على طول ديبلويد. فاحنا بالنسبه لنا كسيرفيسز وتريننجز للناس اللي هتدور السوك ديبارتمنت حتى ايفن لو هو مش هيعملوا سوك دلوقتي ومحتاجين ان يبقى في حد بيمانج لهم السوك ريموتلي, لان طبعا احنا نلاقي ريسورسز ويبقوا يعني ريدي حتى لو خد الكورسات كلها, يعني هو بناخد تريننجز وكل حاجه بس لازم يبقى فيه هاندز اون. فبالتالي احنا نقدر نساعد بالاوبريشن بتاع السوك والمكان نفسه يبقى موجود فيه الامبلويز موجودين ليهم باك سيتس يبتدوا يعملوا شادوينج ياخدوا الكايند اوف نوليدج الهاندز اون اند ذن في الاخر وي كان ريتريت او نكمل والناس تدور السوك انفايرمنت بتاعها او وات ايفر ديبارتمنت اللي اسمها باي اسم في يعني ريليتد لاي انتيتي. فاحنا مين اللي بنبدا بالجزء بتاع التريننج, بنتكلم على السيرفيسز التولز اللي انا اتكلمت عليها من شويه الكيتا او الاي دي ار, وبالتالي احنا بنبتدي نكفر الجزء بتاع الثريت انتليجنس او الكلمه اللي هي اللي كانت فيج من شويه اللي هي زي سيكيورتي زي كلمه فرود زي الكلام ده كله, بس ابتدينا نحط لها شويه بلو برينتس ازاي نبدا حتى هنروح فين كمان شويه. وطبعا كل ما الجولز بتاعتنا بتزيد او الثريتس بتزيد وبيبقى لها اسامي ثانيه لازم الناحيه الثانيه يبقى فيه تكنولوجيز وسيرفيسز اند سون وحاجات تضاهي الكلام ده. طيب انا ميلي خلصت كده البريف على الحاجه بتاعتي, وان شاء الله في البوث عندنا بره في كتالوج في كل ما عملناه في كاسبيرسكي او عملناه الديفلوبمنت من ناحيه البرودكتس والسيرفيسز اند تريننجز. فأتمنى أن يبقى معاكم كوبي منه إن شاء الله, وبإذن الله برضه يبقى فيه البيزنس كارز بحيث أن احنا لو في تواصل how to proceed مع الإيرا الجديدة من الثريت انتليجنس سوك سيرفيسز نبقى معاكم إن شاء الله. انتروداكشن سريع بس قبل ما أمشي, أحمد أشرف هو السينيور كونسلتنت لكاسبيرسكي في الريجن معايا هنا في مصر, وهو مسؤول الحقيقة معايا على الجزء بتاع غير كفرنج ريجن ان هو بيكسكيوت البي او سيز الديموز الترايلز لاي حاجه لاي اسئله تكنيكال, واحنا موجودين 24/7. فهل في اي سؤال؟ طب المسج وصلت؟ طيب تمام ماشي, ميرسي يا فندم, شكرا.